بسم الله الرحمن الرحيم. تنظم بحرين ووتش هذا الاعتصام اليوم للاحتجاج على عزم السلطات الكورية بيع البحرين معدات عسكرية تستخدم لقتل وقمع الشعب البحريني. وقد حصلت بحرين ووتش على وثائق تثبت بأن السلطات البحرينية عقدت صفقة مع السلطات الكورية، ولهذا نحن نقوم بهذا الاعتصام لتوجيه رسالة إلى السلطات الكورية بأن لا تتم هذه الصفقة، لأن شعب البحرين لا يريد أن يفقد صداقته مع الشعب الكوري ومع السلطات الكورية. وننصح السلطات الكورية بأن لا تشارك في الجرائم التي ترتكبها السلطات الأمنية في البحرين كل يوم، ونقول لها أنه من خلال هذه المعدات العسكرية يقتل شعب كامل يطالب بحقوق مشروعة ويقوم بثورة أثبتت التجارب وأثبتت 31 شهر من حتى الآن سلميتها ونظافتها، وأنها لم تستخدم العنف بل استخدم النظام العنف ضدها.